بقى ليه جماهيرية كبيرة جدا جدا، وعلشان كده النهاردة هو فاز معانا بأفضل مطرب عربي بلا منازع، وبيقول للناس كلها وسع وسع أنا مطرب 2023 وأغنيتي اختياراتي. دمرت حياتك ولا عدلت حياتك؟ أحمد سعد أفضل مطرب وأفضل أغنية 2023. أحمد سعد. واصرف عني معلش اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده، اختياراتي مدمرة حياتي، اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي ليه بتخطيط في ناس غريبة ليه، والقلب شاف حاجات عجيبة ليه، أنا مغناطيس في ناس غريبة ليه، والقلب شاف حاجات عجيبة ليه، كل مرة تنزل الدمى وترميني بحضن المصيبة، المصيبة ليه؟ شكرا 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 جدا والله يا جماعة على جايزتين وألف شكر. ويعني بمناسبة التقديمة العظيمة اللي قدمتها حبيبة قلبي هلا سرحان، أنا بهدي الجايزة لمحمد رمضان. أنا نفسي اتأثرت عم العالم. وشكرا جدا 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 لكل الناس اللي دعمتني وصوتت لي، وان شاء الله معاكم كل سنه ان شاء الله. شكرا.